كان من اهم كتاب الاهرام، ولازم علينا ان احنا نحتفي اثره في مواقفه النقابيه وفي مواقفه الوطنيه وفي مواقفه الصحفيه. الحقيقه مدرسه كبيره جدا يعني حصلناها النهارده، لكن عزائنا الشديد لكل افراد القصص في الوقت يعني لم يخجل ولم يهرب ولم يتراجع عن مواقفه الوطنيه في كل المحافل يعني. في وقت كان بتهرب فيه الناس بتنط من السفينه بعد 25 يناير، هو ما ردش من السفينه، وقف مدافعا صلبا عن الدوله الوطنيه. كان الحقيقه كانت كل مواقفه مواقف شديده التميز، كانت كتاباته كتابات مهنيه على مستوى عالي. كان طول